أنا سامع. ها لسه كويس. أولا ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة من كل. الله اسمعوا، لو سمعتوا حتسمعوا. طريقة الفنجان غنوة صعبة شوية. لا دي هيصة بقى، لا دي هيصة. ولا عظمة ولا حاجة. بقول قارئة الفنجان كلامها صعب شوية وعايز يتسمع شوية، وقبل ما سمعها لكم أولا عايز أشكر جميع الإخوان اللي قاعدين ورايا دول كلهم. لا يمكن تتصوروا قد إيه هم تعبوا معايا علشان يطلعوا لكم الغنوة اللي هتسمعوها. طبعا دايما أنا بغني على بس بقى